هنكمل باقي كلامنا عن الفايبروميالجيا، وهنتكلم في الفيديو ده عن التندر بوينت اللي بنفحصها عشان تساعدنا في تشخيص حالات الفايبروميالجيا. عدد النقط 18 نقطة متوزعين all over the body. هنتعرف على أماكنهم من فوق لتحت. في نقطتين في منطقة النك، نقطة من ورا عند المسطول البروسس، ونقطة تانية من قدام في الانتر سبيس بين ترانسفيرس بروسس اوف C5 and C7. بعد كده في نقطتين في منطقة الشولدر، نقطة عند الميد بوينت اوف ابر بولدر اوف ترابيزيوس، والنقطة التانية عند السوبرا سباينيتس فوق الاسكابولار سباين نير ذا ميديال بوردر. بعد كده في نقطة في منطقة الشيست من قدام مكانها اوبزيت تو ذا سكند كوست كوندرال جانكشن عند الاسترنال انجل. في نقطة في الابر لين بمكانها 2 سنتي ديستر للاترال ايبيكوندايل، يعني تحته ب 2 سنتي. في ثلاث نقط في منطقة اللور لمب، أول نقطة ورا الجريتال تروكانتر، وتاني نقطة في جروتيال ريجون في الأبر أوتر كوادرانت في المكان اللي بندي فيه الانترامسكولار انجكشن، وآخر نقطة عند الركبة على الإنر سايد عند الميديال بيد أوف فيت بروكسيمال تو ذا جوينت لاين. في بعض الملحوظات مهم نعرفها عن التندر بوينت. أول ملحوظة إننا عشان نشخص الحالة إنها فايبروميالجيا المفروض نلاحظ المفروض نلاقي على الأقل 11 نقطة من 18 موجودين بوزيتيف. تاني ملحوظة ان 11 نقطة البوزيتيف المفروض يكونوا بايلاترال على الناحيتين ويكونوا متوزعين فوق وتحت الويست. تالت ملحوظة ناخد بالنا من درجة ضغط صباعنا على البوينت عشان نعرف هي تندر ولا لا. المفروض الضغطة تكون بمقدار وزن 4 كيلو جرام، يعني نضغط لحد ما يحصل بلانشنج او بياض في النيف. وطبعا واحنا بنضغط نلاحظ الرياكشن اوف ذا بيشنت، مثلا نلاحظ هير فيشال اكسبريشن. رابع ملحوظة ان في حاجة مهم نعرفها هي الكنترول بوينت، اهميتها اننا نفرق هل العينه بتدعي الالم ولا هي بتشتكي من الم حقيقي، لان ساعات في عينه تضغط على اي مكان عندها تتوجع وتقول في الم، فلما نضغط على الكنترول بوينت ونلاقيها تندر اذا في الغالب العينه دي بتدعي الالم. اما لو الكنترول بوينت فري مش تندر اذا العينه دي فعلا فايبروميالجيا وعندها الم حقيقي على التندر بوينت اوف فايبروميالجيا. مكان الكنترول بوينت في ثلاث مناطق، عند الميد فور ارم وعند الميد اوف ذا فور هيد وعند الفرونت اوف ذا فور. اخر ملحوظة عن التندر بوينت ان ساعات في بعض الحالات بنلاقي التندر بوينت على ناحية واحدة، وان كان هذا امر غير شائع لكن ساعات بنشوفه.